بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الأحبة الكرام في موعد جديد من برنامجكم عناوين وجولة من الصحف المحلية والعربية والعالمية. نقص شريط جولتنا المحلية بكل تأكيد من عالم كرة اليد الشاطئية، حيث خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية أمام المنتخب التايلاندي بنتيجة 2-1 أمس في مباراة الجولة الرابعة بالبطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية المقامة حاليا بمدينة ويهاي الصينية، وتختتم يوم 24 من يونيو الحالي والمؤهل لبطولة العالم 2020. صحيفة الشبيبة تابعت هذا الحدث في عنوان قالت فيه: يد الشاطئية يتعرض لخسارة مفاجئة أمام تايلاند. فقد عرقلت هذه الخسارة منتخبنا من مواصلة التقدم في البطولة بعد انطلاقته القوية هذه. هذه الخسارة تعد مفاجأة للمنتخب وسوف تربك حساباته التي كان قد وضعها قبل البطولة والمتمثلة في المنافسة على اللقب والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي. وبالتالي لم يتبقى أمام منتخبنا سوى مباراة واحدة يلعبها الآن أمام المنتخب الإيراني، ومطالب فيها بأي شكل من الأشكال تحقيق الفوز من أجل الوصول للمربع الذهبية، وفي حال عدم تحقيق ذلك سوف يفقد المنتخب فرصة التأهل إلى المربع الذهبي ويكتفي بلعب مباريات تحديد المراكز بالبطولة. يوم الاثنين الفائت كان الدكتور جاسم أشكيليا النائب الثاني لرئيس الاتحاد لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات يلتقي بوسائل الإعلام ليقدم لهم خارطة عمل منتخباتنا الوطنية في الفترة القادمة والخطوات التي ستخطوها نحو المشاركات المتعددة على مختلف المستويات. هذا المؤتمر حضره الإعلامي خميس البلوشي والذي تحدث عنه في عموده الأسبوعي بطاقة بيضاء. تفاصيل ما جاد به نقرأه لكم من صحيفة الشبيبة. نتابع. للأسف حضر المنظمون وغاب الإعلام الذي كان الطرف الأضعف في المناسبة، وتحدثت في نفسي عن الكثير من اللوم والعتب والقليل من الأعذار للزملاء الذين يفسرون بعد ذلك الأحداث ومجرياتها على ما يعتقدون وما يملكون من معلومات غير مكتملة. قراءاتي للمؤتمر الصحفي تتلخص في نقطتين: الأولى في أهميته، بحيث وجدت وسائل الإعلام معظم المعلومات والإيضاحات الخاصة بالمنتخبات في الفترة القادمة، وهو أمر جيد حتى لا يقال بأن الاتحاد يرسل الأخبار جاهزة لوسائل الإعلام، أو حتى لا يقال بأن الاتحاد يحابي وسيلة إعلامية على البقية. ومثل هذه اللقاءات المباشرة بين الطرفين تقوي ما نسميه بالشراكة الحقيقية بين الاتحاد والإعلام، وإن كانت هناك حساسية لدى البعض من مفهوم الشراكة بل حتى من المصطلح نفسه. النقطة الثانية في هذا المؤتمر تتمثل في كلمة معظم التي وضعتها بين قوسين أعلاه، وأقصد بها المعلومات غير المكتملة التي تم تقديمها في المؤتمر الصحفي، وتحديدا عن طبيعة المباريات الودية لجميع المنتخبات ابتداء من المنتخب الأول وصولا إلى منتخب الصالات. فليس من المعقول مثلا أن يكون المنتخب الأول في ألمانيا منتصف الشهر القادم وهو لا يعلم مع من سيلعب مبارياته التجريبية، وإذا كان هذا يحدث للمنتخب الأول فماذا تتوقع لبقية المنتخبات؟ إن فلسفة تنظيم المؤتمرات الصحفية يعتمد أساسا على تقديم المعلومة الكاملة للطرف الآخر حتى تصل للجمهور المستهدف خاصة، وأن المناسبة تتحدث عن المنتخبات الوطنية التي تخص كل الجماهير إن لم يكن كل المجتمع، وكان من الواجب أن تكون المعلومة كاملة للمباريات الودية بعيدا عن الآبال والتوقعات والمراسلات التي لم تكتمل. على أي حال أترك خارطة الطريق لمنتخباتنا الوطنية متمنيا لها التوفيق، وأذهب لرئيس لجنة المنتخبات الذي تحدث في اللحظات الأخيرة للمؤتمر الصحفي وبشيء من التوجس عن النوايا لا تقبل الشك لإلغاء هذه اللجنة لأسباب لم يذكرها هو بصراحة، غير أنها واضحة للكثيرين وباتت لا تحتمل الاجتهادات خاصة فيما يخص العلاقة الهشة بين بعض الأعضاء. لا أريد أن أدخل في هذا المسار الآن، لكنني أتعجب لماذا تصبح لجنة المنتخبات محل خلاف
خلاف وجدال وتخاصم ومحاولات للتقليل من الآخر، رغم أن النجاح في النهاية يحسب للمجلس بشكل عام وليس لأشخاص. ولماذا لم يتخاصم القوم على لجنة المسابقات أو الحكام مثلا؟ لماذا يصبح الاتحاد بلا قوة؟ لأن البعض لا يعجبه البعض الآخر. من السذاجة أن نحكم على العمل بالفشل، لأن من قام به لا يروق لنا. للحكاية بقية. أعلنت لجنة الانتخابات قائمة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت والحضور في انتخابات رئيس اللجنة الأولمبية العمانية لتكملة رئاسة اللجنة للفترة المتبقية من المجلس الحالي 2017-2020 المعتمدة من اللجنة الأولمبية. صحيفة الشبيبة تناولت الخبر في عنوان قالت فيه: لجنة الانتخابات تعلن قائمة الجمعية العمومية للتصويت على منصب رئيس الأولمبية، حيث شهدت القائمة الاتحاد العماني لكرة القدم والاتحاد العماني لكرة اليد، الاتحاد العماني لكرة الطائرة والاتحاد العماني لكرة السلة والاتحاد العماني للسباحة والاتحاد العماني للهوكي والاتحاد العماني للتنس، وممثل عن اللجنة العمانية للرياضيين بثينة بنت عيد اليعقوبية، والاتحاد العماني للفروسية والاتحاد العماني للرماية والاتحاد العماني لألعاب القوى والاتحاد العماني للرياضة المدرسية، وممثل عن الشخصيات الرياضية الشيخ خالد بن سعيد لوهيبي والمهندس داود الرئيسي، وممثل على اللجنة العمانية للرياضيين طالب بن هلال الثانوي. بعد أن أنهى نادي صحار موسمه الكروي وهو في المركز السابع برصيد 37 نقطة، فتح المدرب الجزائري الأصل الإيطالي الجنسية مصطفى كيو فتح قلبه لصحيفة الوطن للحديث عن مستقبل رفقة التماسيح، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيها: بعد أن قاد صحار للمركز السابع في دوري عمان تل بالموسم الماضي، مجلس إدارة نادي صحار لم يفاوضني للتجديد ولدي عروض كثيرة لكنها غير رسمية. وقال مصطفى: لم يتفاوض معي نادي صحار حتى الآن، وربما يكون لهم رأي آخر في المدرب القادم والجهاز الفني بأكمله. فيما يخص وجهة القادمة، هناك بعض العروض من الأندية العمانية والجزائرية والتونسية، ولكن ليست بصفة رسمية حتى الآن، وستتضح الصورة بشكل أكبر في الأيام القادمة. والحمد لله كل محطات التدريبية كانت مميزة مع الأندية التي عملت فيها وأشرفت على فرقها الرياضية، ولي ذكريات سعيدة في كل محطة. احتفلت وزارة الشؤون الرياضية ممثلة في اللجنة الرئيسية على جائزة وزارة الشؤون الرياضية لمبادرات شباب الأندية مبادرون صباح أمس بتكريم المبادرات الفائزة في المسابقة، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بفندق جراند حياة، بتكريم وبحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وعدد من أصحاب السعادة، رؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية الرياضية أصحاب المبادرات المشاركة في المسابقة. صحيفة الوطن تابعت في عنوان قالت فيه: وزارة الشؤون الرياضية تكرم المبادرات الفائزة في جائزة مبادرون. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار تحقيق الأهداف العامة التي وضعتها وزارة الشؤون الرياضية لتحفيز الشباب على مضاعفة العطاء والمشاركة في التنمية المجتمعية. وتهدف الجائزة إلى تعزيز المبادرات الشبابية على اعتبارها فكرا وثقافة تساهم في ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الوعي بالمبادرات المجتمعية وغرس روح المبادرة بين الشباب وتسليط الضوء على مبادراتهم ودعمها وتطويرها وتعزيز ثقافة المبادرة والإبداع والابتكار لدى الشباب العماني، بما يحقق المساهمة الفاعلة في مسيرة النهضة المباركة، وأيضا تعزيز مفهوم الريادة والقيادة الاجتماعية لدى الشباب وتحفيز الشباب على مضاعفة العطاء والمشاركة في التنمية الوطنية.
أهلا بكم مجددا أيها الأحبة الكرام، ومن جولتنا في الصحف المحلية ننتقل بكم عربيا. ففي الصحافة العربية نبدأها من قطر، حيث خسر المنتخب القطري بصعوبة بالغة وبهدف للا شيء أمام نظيره الكولومبي في المواجهة القوية التي جرت بينهما في ساعة متأخرة من مساء أمس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا. صحيفة الراية تابعت في عنوان قالت فيه: العنابي يقاتل بقوة ويتعثر في الأمتار الأخيرة. وقدم العنابي أداء بطوليا خلال المباراة، استطاع تحدي قاهر الأرجنتين وحرمانه من الوصول إلى مرمى شباك سعد الدوسري إلا في الوقت القاتل بعدما سجل دوفان زاباتا الهدف الوحيد في الدقيقة 86. ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 6 نقاط، وظل العنابي بنقطة وحيدة بعد تعادله في المباراة الأولى مع الباراغواي 2-2. ويخوض العنابي مباراته الثالثة في ختام الدور الأول الأحد أمام منتخب التانجو على ملعب غريميو أرينا. أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع لوزان الذي جرى بين اللجنة السداسية المكلفة بالإشراف على خارطة الطريق واللجنة الأولمبية الدولية جرى خلاله اعتماد النظام الأساسي وموعد إجراء الانتخابات للمجلس الجديد للجنة الأولمبية الكويتية المقررة في 30 يونيو الجاري، وذلك من قبل الأولمبية الدولية التي قررت أيضا إيفاد مرافق إلى الكويت لمتابعة العملية الانتخابية والوقوف على مدى التزامها باللوائح والقوانين، وأنها جرت في جو من الشفافية وبحضور الجميع. الجمعية العمومية. صحيفة القبس رصدت ما حدث لتكتب في عنوان قالت فيه: شد الأحزمة، الخصخصة قادمة. وأوضحت المصادر أن الاجتماع جاء في أجواء سادها الارتياح من قبل الطرفين بعد قرب انتهاء خارطة الطريق وإنهاء معاناة الرياضة الكويتية في ظل الخلافات التي دفعت بها إلى نفق الإيقاف الذي أبعدها كثيرا عن المشاركات الخارجية وأثر بشكل سلبي على المستوى العام بسبب الإحباط وعدم الاستقرار خلال الفترة الماضية. وأوضحت المصادر أنه عقب تولي المجلس الجديد شؤون الأولمبية وتشكيل اللجان سيرفع تقرير للأولمبية الدولية من أجل طلب رفع الإيقاف بشكل كامل في ظل الانتهاء من خارطة الطريق، حيث لمحت المصادر إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية باتت مستعدة وبشكل سريع لاتخاذ هذا القرار عقب الانتهاء من تشكيل المجلس الجديد وفق ما جرى الاتفاق عليه. إلى الصحافة العراقية، حيث أثارت الحالة التي يعيشها المنتخب العراقي لكرة القدم اهتماما اعلاميا، أثر بوضوح وبصراحة خطورة سير مجريات الأمور ضمن نطاق الفريق وجهازه الفني، وتلك الحالة هي الاختيار المصحوب بدوافع غير نزيهة لبعض اللاعبين ضمن قائمة الفريق وعدم وجود ملعب لتدريبات منتخب الناشئين وغياب الانضباط وتفشي حالة من التمرد عند بعض اللاعبين توحي بانعدام الشعور بالمسؤولية الوطنية والحيود عن تلبية واجب تمثيل المنتخب الذي يمثل أعلى درجات الطموح والفخر والعطاء. هذه كانت مقدمة عمود محمد العبيدي، والذي كشف على أن الرياضة باتت مضللة. صحيفة المدى والتفاصيل. في أجواء فوضوية كتلك التي تعيشها الرياضة العراقية اليوم، متمثلة بمشاكل اللجنة الأولمبية ومخالفاتها والفساد الإداري والمالي المستشري والتهرب من القانون، وسط غياب الإجراءات الرادعة في معظم الأندية والاتحادات، ومنها اتحاد كرة القدم مع نماذج احترفت كل فنون التحايل على القانون وتضليل الرأي العام والتلاعب بمشاعر الجماهير والرياضيين، وشريحة كبيرة من العاملين في هذا المجال لا ذنب لهم بوصول الطارئين على الرياضة والمتعطشين للمال والجاه والتنظير الفارغ على حساب المبادئ والقيم والأخلاق والأعراف والتقاليد والدين والإنسانية أيضا. في أجواء كهذه يتطلب الأمر صحوة ضمير ووازعا شخصيا وجهدا ومثابرة وحماسة من شأنها إتاحة الفرصة لذوي الخبرة والإختصاص والكثير من الشباب الطموح النزيه الواعي لأخذ دورهم الحقيقي وتنظيف الرياضة العراقية ممن سولت نفسه الإساءة إلى البلد وأبناؤه الأبرياء عبر موقف أو ظرف أو فرصة تم استغلالها بطرق ملتوية بهدف تفضيل المصلحة
الخاصة وتهميش المتخصصين وإقصاء أصحاب الحق وامتهان النهب والتهميش الممنهج. كل هذا وأكثر من السلوكيات النشاز التي أسهمت بشكل مباشر في تخريب وتشويه الرياضة العراقية، والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على الأجيال القادمة وعلى مكانة وصورة البلد في الساحة الدولية بشكل عام. الخروج من أي أزمة مهما كان حجمها ومهما بلغ نفوذ وتأثير مسبباتها يحتاج إلى الوقت، وهذا اليوم قادم لا محالة. وبكل تأكيد يلعب الإعلام النزيه والهادف دورا في غاية الأهمية بالتعاون مع كل مسعى وطني مخلص لكشف الحقائق ومحاسبة المقصرين ودعم الجهود النزيهة بأمانة ومهنية. هذه الظواهر وغيرها من الحالات السلبية المدمرة لا يمكن لها أن تحجب الكثير من الإنجازات والحالات الإيجابية الموجودة، والتي تستحق الإشادة والاهتمام، خصوصا لمن عملوا واجتهدوا في ظل ظروف صعبة مرت وما تزال في البلد نتيجة الوضع العام وانعدام الكثير من مقومات العمل الأساسية. وعلى سبيل المثال للحصر، تأهل المنتخب الأولمبي إلى النهائيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 إثر تصدره مجموعته، والتي ضمت كلا من إيران المضيف واليمن وتركمانستان. الكل يتذكر كيف غادر الفريق إلى طهران بلا دعم، بعيدا عن الاهتمام. مبارياته لم تنقل تلفازيا، والتعميم الإعلامي رافق رحلة الأولمبي الذي قهر كل حلقات الإهمال لينال بطاقة التأهل بجدارة متصدرا مجموعته على حساب البلد المضيف للتصفيات. أي جهد وطني مخلص لا بد أن يجد طريقه إلى النور طالما تتواجد طاقات واعدة نستبشر بها خيرا في المستقبل القريب. إلى الصحافة المصرية، حيث يختتم المنتخب المصري تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة زيمبابوي مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات مرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 19 من يوليو المقبل. صحيفة الوطن أكدت جاهزية الفراعنة للبطولة لتكتب في عنوان قالت فيه: كان 2019 منتخب الرجال جاهز للمهمة، المصريون ينتظرون الثامنة. ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافير أجيري إلى تجربة بعض الخطط التكتيكية التي سيتم الاعتماد عليها في مباراة زيمبابوي، خصوصا أنه ضمن المدربين الذين يقومون بتغيير خططهم في المباراة أكثر من مرة وفقا لأحداث سير اللقاء. واستقر أجيري على خطة 4-2-3-1 التي يتم الاعتماد فيها على الجناحين، سواء محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي أو محمود تريزيجي لاعب فريق قاسم باشا التركية، في بناء هجمات المنتخب المصري وتشكيل خطورة على مرمى الخصم بعد أن حدد ملامح التشكيل الأساسي المنتظر. رغم التطور المذهل في مستوى كرة القدم الأفريقية في العقود الأخيرة وظهور أكثر من عملاق في القارة السوداء، بالإضافة إلى تألق العديد من اللاعبين الأفارقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا، ما زال المدرب الأفريقي لا يحظى بنفس الشهرة أو المكانة التي يحظى بها نظيره في أوروبا أو أمريكا الجنوبية. صحيفة هيسبورت أشارت إلى حقيقة قبيل انطلاق هذه البطولة في عنوان قالت فيه: المدرسة الفرنسية للمدربين ترسخ نفوذها في كأس الأمم الأفريقية. وتستحوذ المدرسة الفرنسية على نصف مقاعد المدربين الأجانب في البطولة، حيث يوجد 7 مدربين من المدرسة الفرنسية مقابل 7 مدربين أجانب من المكسيك، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، اسكتلندا، نيجيريا وصربيا، حيث يتولى النيجيري إيمانويل أمونوكي تدريب المنتخب التنزاني، ويأتي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي على رأس قائمة المدربين الفرنسيين في البطولة الحالية، لأنه المدرب الأجنبي الوحيد على مدار تاريخ البطولة الذي توج باللقب مع منتخبين مختلفين، حيث قاد منتخب زامبيا للقب في 2012 ومنتخب كوت ديفوار للقب نسخة 2015.
إلى جولتنا من الصحافة المحلية، لجولتنا الأخيرة والعالمية، نستهلها بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث واصلت الأرجنتين عروضها المخيبة والضعيفة في البطولة بعد أن تعادلت مع الباراغواي 1-1 فجر اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. صحيفة أولي الأرجنتينية تحسرت على التعادل لتخرج بعنوان قالت فيه توقف عن المعاناة، حيث تلقى المنتخب الأرجنتيني راقص التانغا صدمة جديدة، حيث حصد نقطة وحيدة من مبارتين خاضهم في البطولة حتى الآن، حيث سبق له أن افتتح مسيرته في البطولة بالهزيمة 2-0 أمام كولومبيا. وقالت الصحيفة أيضا مجددا يقدم المنتخب أداء مخيب يصدم به مشجعيه بعد أن نجا من خسارة ثانية بتعادل أمام الباراغواي بعد تألق الحارس أرماني بالتصدي لركلة جزاء أعطت بريق أمل في التأهل شريطة الفوز على قطر. إلى الصحف الإسبانية، حيث سلطت الضوء على انتقال فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد، خاصة أن الدولي الفرنسي مر بظروف صعبة كانت يمكن أن تنهي مشواره مع كرة القدم بشكل مبكر بسبب أزمة صحية عانى منها لمدة طويلة في طفولته. صحيفة البرنابيو تابعت تقديم الفرنسي لتكتب في عنوانها الظهير الأيسر الجديد. وقدم الفريق الحائز على دوري أبطال أوروبا 13 مرة، قدم أمس الأربعاء الموهبة الفرنسية لوسائل الإعلام وجماهيره في ملعب الفريق سانتياغو برنابيو. ولم تكن مسيرة ميندي سهلة ومفروشة بالورود في طريقه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، خاصة أنه فقد والده بشكل مأساوي في سن 11، وبعدها بعام لاحقته المشاكل الطبية التي كادت أن تؤدي إلى بتر قدمه. وأخبره الأطباء أن أحلامه في أن يصبح لاعب كرة قدم انتهى، وقد حذر من أنه قد لا يمشي أبدا، إلى أنه تحدى ذلك ودحض تكهنات الأطباء ليكون الانتقال لمدريد بمثابة الهدية من الرب بعد كل هذه التضحيات وعدم اليأس والتفوق الذي قام به. هذه كانت أبرز الأخبار في جولتنا العالمية أيها الأحبة، ننتقل بكم إلى كاريكاتير اليوم الذي اخترناه لكم من جريدة الأيام البحرينية. وصلنا بكم أيها الأحبة إلى الختام، وفي الختام نقول لكم شكرا على كرم وطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، نتمنى لكم إجازة سعيدة تقضونها رفقة من تحبون، في أمان الله.